بل هناك عدد من الدول التي تعتمد على الحمير بجانب أكلها إلى استخدامها في تصنيع الصابون ومستحضرات التجميل والجيلاتين مثل كرواتيا. وفي منطقة بليقان تجد لديها الجبن الأغلى في العلم وهو المصنوع من حليب الحمار، حيث يذبح نحو 6 ملايين حمار سنوياً من أجل الحصول على جلودها، إذ يستخرج منها الكولاجين لاستخدامه في المكملات الغذائية أو المشروبات، وفي منتجات التجميل مثل كريمات الوجه المستخدمة في الطب الصيني، التي تسوق على أنها منتجات فخرة. ولكن الشيء الذي لا يعرفه البعض أنه يوجد الكثير من منتجات الجمال، التي تستخلص من جلد وحليب الحمير، وهذه من المنتجات التي قد تستخدميها لبشرتك للتنعيم والترطيب. إذا أردت كريم يهدئ البشرة ويحافظ على نضارتها ونعومتها، يوجد كريم الحمير الذي يمكن أن يفعل كل هذا. فهناك بعض الشركات التي تصنع الكريم من حليب الحمير مع إضافه المواد الحافظة فقط، فهو يحتوي على الأحماض للدهنية غير آلمة الشبع. وفي تامينسي الذي يقلل من ظهور علامات للشيخوخة واستعادة تجديد الخلية،